يا اهلا وسهلا بكم متابعينا. حلقه اليوم حلقه خاصه حنتكلم بها عن شراء عقار في تركيا، راح نطرح بها الاسئله اللي تخطر على بالنا وبالكم خلال الحلقه. نتكلم بها عن موضوع شراء العقار والسكن بتركيا، لكن الفرق هذه المرة راح يكون معنا أو نستقبل خلال الحلقة ناس ذوي اختصاص من شركة هوملاند العقارية. خليكم ويانا. احنا الآن بشركة هوملاند، هيكون معنا الأستاذ أنس حتى يتكلم عن خدمات اللي تقدمها شركة هوملاند ويعطينا معلومات أكثر. مرحب فيك بمقر شركتنا. اولا خدمات هوملاند بتبدا من استقبال العميل من المطار واخذه في عده جولات عقاريه لحد ما يحصل على العقار المناسب لميزانيته واحتياجه. بتليها الاستشارات العقاريه واستخراج اوراق الطابو والاوراق اللازمه الرسميه، فيما بعد خدمات ما بعد البيع اللي بتتكون باداره الاملاك وبيع العقار، اعاده البيع والتأجير والتصميم الداخلي والهندسي. يعني هاي الأمور بتتم خلال فريق هوملاند المختص من قانونيين واستشاريين اللي لهم خبرة كبيرة بالمجال العقار التركي. طبعا نسمع أنه كثير من الناس اللي اشتروا عقارات في تركيا لكن تعرضوا للاحتيال، فهنا ضروري يجي السؤال أنه ما هي أنواع المشاريع العقارية الموجودة بتركيا اللي حيخبرنا عنها أستاذ أنس حتى نتعرف عليها أكثر حتى نحمي نفسنا من هذه عمليات الاستغلال. طبعا أنواع المشاريع بتركيا بتعتمد على نوع المطور العقاري. بتركيا في ثلاث أنواع المطورين العقاريين. أولا المطورين الحكوميين، هي الشركات الحكومية الإنشائية مثل أملاك كنوت وكبتاش، وهي الشركات بتضمن للمشتري انه السعر اللي عم يشتري فيه حقيقي والاموال اللي بدفعها للدولة. ثانيا شركات الانشاء الخاصة، وهي شركات كبيرة وإلى باع كبير بالسوق، بيزيد عن 43 سنة بمجال الانشاء العقاري، مرتبطة باكبر البنوك بتركيا ولها راس مال ضخم، وكل مشاريعهم بتكون مؤمنة اما من البنوك او من شركات التأمين، فبالتالي بيكون المستثمر ضامن حقه تماما. النوع الثالث هي شركات الإنشائية الناشئة، هي شركات جديدة ممكن يكون فيها جودة وإلها مستقبل، لكن نحن بالغالب بنحاول ما نتعامل معها إلا إذا كان المشروع جاهز تماما أو جاهز بنسبة 90%. بمعنى آخر أنه الخيار الأول اللي هو الشركات اللي هي بضمان حكومي، وطبعا الخيار الثاني اللي هو عن طريق شركات خاصة كبرى موجودة بالسوق التركي هي الخيار الأفضل لأنه المجازفة تكون بها غير موجودة. رح نجي على سؤال مهم واللي هو هل شراء شقة في تركيا هو دائما استثمار أو لا؟ طبعا لا، لحتى أخذ عقار في تركيا ويكون استثمار ناجح والإيرادات في المستقبل لازم نركز على عدة نقاط. الموقع أو بيعتبر أهم نقطة لأنه هو اللي بيحدد مدى إيرادات العقار بعد بيعه، فبالتالي إحنا دائما ننصح العميل أنه يأخذ في الأماكن الصاعدة. ثانيا لما نختار العقار لازم نكون متابع لسوق العقار التركي، فأعرف الأتراك وين المواقع اللي بيشتروا فيها وأحاول أشتري بنفس المكان اللي بيشتروا فيه الأتراك. طبعا نحن دائما ننصح العملاء بأنه يستثمروا مع المطورين الحكوميين ومع الشركات المعروفة بحيث المستثمر ما يخسر ويحقق عوائد جيدة عند إعادة البيع. ثالثا جودة التشطيب، نحن دائما ننصح العميل أنه يأخذ في مشروع يكون جودة التشطيب فيه عالي، بالإضافة إلى نقطة واللي هي أنه يطلع على الخريطة المستقبلية لهذا المشروع بحيث يكون في جامعات مولات ومحطات مواصلات تكون قريبة من هذا المشروع. طبعا اختيار الوسيط العقاري الصحيح هو الوحيد القادر على ارشاد العميل لاختيار العقار المناسب
وتوعيته حول جميع ما ذكرناه. والآن حنتكلم مع محامي شركة هوملاند حتى يزودنا بمعلومات أكثر، وخصوصا هي الخطوات اللي لازم نتبعها أثناء شراء عقار. وأكيد والسؤال الدائما اللي ينسأل، هل نحتاج حساب بنكي نفتحه أثناء وجودنا بتركيا؟ أهلا وسهلا مدام شيماء، أنا المحامي مصطفى كرقلة، محامي شركة هوملاند. أهلا وسهلا بكم. بالنسبة لسؤالكم، ما هي خطوات شراء العقار بتركيا؟ أول شيء، حابب يستثمر عقار بتركيا أو يشتري عقار بتركيا بشكل عام، يختار العقار اللي بده إياه. والخطوة الثانية بعد شراء العقار، تقييم العقار. كل شخص مستثمر حابب يشتري عقار بتركيا، الدولة مجبرة عليه أن يقيم العقار. بعد تقييم العقار، التقييم بينزل على سيستم الطابو. بعد التقييم، المستثمر الدولة فارضة عليه أنه يصرف العملة الأجنبية للبنك المركزي مشان شراء العقار والتسجيل. تطلب منه شهادة تصريف العملة على العملة التركية. فبهالحالة إجباري بده يكون عنده حساب بنكي ويوضع الفلوس بالعملة الأجنبية سواء دولار أو يورو، وبعد منها يخبر البنك أنه بتصريف هون للبنك المركزي بشراء عقار. هون في نقطتين، إذا بده يشتري عقار مشان الجنسية بده يبلغه أنه أنا للبنك، أنا هذا التصريف صرفهم مشان شراء العقار للجنسية، استثمار للجنسية. أو إذا استثمار فقط مشان إقامة، أو استثمار مشان أنه هو يعني كسياحة، كل بالسنة فترة يجي يسكن هون سياحي، هي بيبلغوا انه استثمار عادي، بيكتبوا له انه شراء عقار فقط، وبيعطوه شهاده مختومه عليها. طبعا هي الشهاده، هي ملاحظه كثير مهمه، الشهاده بتنطبع مره واحد، المستثمر لازم يحتفظ فيها، والطابو بتطلب منه الاصل. الطابو ما بتعمل اي معامله التسجيل او هي الا تاخذ منه الاصل، فلازم يحتفظ فيها المستثمر. بعد منها، بعد ما بيصرف العمله وبتكتمل الامور، نحن هون كشركة هوملاند ننصح المستثمرين أنه بعد ما بتيجي رسالة دفع الضرائب للدولة أو الرسوم، أنه يحول العمولات للبائع أو للشركة. بالنسبة بعد ما بيتصرف التصريف وبياخدوا الشهادة وبيسجل هون، بعد منها مشان الجنسية هلأ عم نحكي، طبعا كان من قبل 250 ألف دولار وهلأ صار 400 ألف دولار لاستثمار مشان الجنسية الاستثنائية. بعد ما بيكتمل ال 400 ألف دولار، لازم تتحول الفلوس إجباري من حساب الشاري أو الممثل القانوني أو المحامي لحساب البائع أو الوكيل الرسمي للبائع. بعد ما بيتحولوا بياخد الوصل مختوم من البنك، موثق مختوم، وبيسلم لإدارة الطابو أنه هو مكتمل قيمة الاستثمار اللي هي 400 ألف دولار، وبيسلمها وبيتعهد، بيوقعوا على تعهد لمدة 3 سنوات ما بده ينباع العقار أو ما بده يصرف فيه. يعني شلون ما بده يصرف فيه؟ يعني ما بده ينباع لشخص ثالث، أما في أجره، في يسكن فيه، في يعني يخليه فاضي بغض النظر، بس ما بده يبيعه، أنه عم يعطي تعهد للدولة هو ما بده يبيعه لمدة 3 سنوات. ملاحظة مهمة لكل شخص يريد يطلع إقامة عن طريق شراء عقار، وهنا نتكلم عن إقامة وليس جنسية. يجب أن يكون قيمة العقار اللي تشتريه مو أقل من 75 ألف دولار في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة، وليس أقل من 50 ألف دولار في المدن الصغرى. يعني إذا اشتريت عقار في إسطنبول بقيمة 50 أو 60 ألف دولار فلن تحصل على إقامة. وهذه هي آخر القرارات الصادرة في تركيا، ومثل ما تعرفون أن الحصول على إقامة سياحية أصبح مستحيلا ابتداء من 2022. أكثر سؤال قد يخطر على بال أي شخص حابب أنه يحصل على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار، منو تشمل هذه الخطوة؟ أنه موضوع حصول الجنسية التركية فقط رب الأسرة أم الأطفال والزوجة؟ بالنسبة للحصول على الجنسية التركية،
مو فقط رب الأسرة، فينا نحكي نحن أنه مستثمر، ممكن رب الأسرة هو يكون المستثمر أو الزوجة تكون المستثمرة. المستثمر هو وعائلته الكاملة، الأولاد اللي تحت 18 فيهم يحصلوا على الجنسية التركية مقابل الاستثمار. وقت اللي عم نقدم الملف عم نقدمه كامل هو وعائلته اللي أولاد تحت 18. سؤال مهم ينطرح كثير من المتابعين، كيف تتم عملية التوريث بعد الوفاة؟ أستاذ مصطفى، بالنسبة للورثة، نظام الورثة بتركيا، المستثمر بعد وفائه وراثه بشكل عام بتركيا بيورثوا، ولكن في إجراءات لازم تتم. يعني الورثة لازم يجيبوا قيد بيان عائلي أنه هن وراثه القانونيين بدولته، وبعد منها هون بينرفع دعوة بمحاكم تركية وبينصدر قرار ورثة تتقسم بين الوراث. طبعا هون النظام زي أوروبا، البنت بتاخد زي الصبي واحد بواحد، والأم بتاخد الربع، الزوجة أو الزوج أو الزوجة بتاخد الربع، وما في أي شيء الدولة هون بتحط يد عليه نهائيا. الوراث بياخدوا كامل حقوقهم. إذا في مثلا مطالبة من طرف الدولة ضرائب أي شيء، هون طبعا بيندفعوا، هو إجراءات بيروقراطية ولا غير. أما بالنسبة للورثة، الوراث كامل حقوقهم بياخدوهم بتركيا. بالنسبة لإجراءات كتابة الوصية، طبعا الرسمي هو عند كاتب العدل، كتب وصية وتصديقها. كاتب العدل بيحضر نسختين، نسخة بياخدها بيحطها عنده بالأرشيف بيحتفظ فيها، والنسخة الثانية بيعطيها لصاحب الوصية. ومن بعد كل هذه المعلومات المفيدة اللي أخذناها من شركة هوملاند العقارية، تعالوا ويانا خلينا نروح على وحدة من مشاريع شركة هوملاند اللي هي بزم إفلر. تعالوا خلينا نشوفها. قبل ما نشوف هذا المشروع السكني، خلونا نشوفكم على الخريطة احنا وين بالضبط. هذه خريطة اسطنبول، وهذا الطرف الاسيوي والطرف الاوروبي، وهذا مضيق البسفور، واحنا حاليا بعمق الطرف الاوروبي عند منطقة سبارتاكولي نهاية بحيرة كتشوكتشكمجة. الشيء المميز بهذا المكان انه حيكون على خط قناة اسطنبول الجديدة اللي حتربط البحر الاسود ببحر مرمرة. هذا المشروع اللي حنشوفه حيكون بالقرب من هذه القناة عندما يتم تنفيذها. خلونا نشوف نموذج لمشاريع شركة إخلاص اللي هي بزم إفلر. عندنا مشروع 9 و10، هذه نماذج إلها. هذا مشروع رقم 9، طبعا هذه المشاريع بعدها 9 و10 قيد الإنشاء، بعد سنتين راح تخلص ويتم تسليمها. مجمعات بزم إفلر تقع في منطقة سبارتاكولي ما بين بشق شهير وبين بهجة شهير، لكنها إدارياً تابعة إلى بلدية أفجلا. بزم إفلر 9 وهو المشروع الأقرب لقناة إسطنبول الجديدة، قريب من شارع التم وهو شريان رئيسي في إسطنبول مع إطلالة على بحيرة كتشوكتشكمجة. يتكون مشروع بزم إفلر 9 من بنايتين فقط، يوفر شقق مكونة من 3 غرف وصالة و4 غرف وصالة. 80% من المساحة الكلية هي مساحة خضراء، والبنى فقط 20%. يعني نقدر نقول بأنه بزم إفلر 9 مصمم للعوائل ذات طابع محافظ، وذلك لما توفر مشاريع شركة إخلاص من خدمات منفصلة للرجال والنساء في معظم مشاريعها. وبذلك يعتبر بزم إفلر 9 خيار استثماري جيد، وذلك بسبب موقعه المتميز. مشروع بزم إفلر 10 يمتد على مساحة 52,000 متر مربع، 36,000 متر مربع منها هي عبارة عن مساحة خضراء. المشروع إلى نفس خصائص مجمع بزم إفلر 9، لكن اللي يميزه هو وجود شقق مكونة من غرفتين وصالة للناس اللي تفضل نمط استثماري. لكن المشروع أيضا يوفر شقق مكونة من 3 غرف وصالة و4 غرف وصالة. يوفر بزم إفلر 10 خدمات تشمل مسابح أولمبية، صالات رياضة، حمامات تركية وساونا، وقاعات اجتماعات وقاعات مناسبات. اللي يميز هذه الخدمات إنها منفصلة خاصة بالرجال والنساء. موجود أيضا في بزم إفلر 10 مول تجاري تحت المشروع مكون من 3 طوابق.
من بعد ما أخذنا فكرة عن مشاريع بزيم أفلر، تعالوا ويانا خلينا نشوف شقة نموذجية. ومن نشوف الشقة النموذجية خلونا نشوف جودة طبعا التشطيب أو مثل ما نقول الفينيشينج لهذه الشقق. الحلو بالشقة انه ماخذ الطابع العربي، احنا نحب المطابخ مالتنا تكون معزولة وغرف النوم عن مثلا الصالة حتى بيها نوع من الخصوصية. هذا المطبخ، المطبخ واسع وما متعودين عليها احنا بالشقق المتعارف عليها بتركيا بسبب المساحة الواسعة للشقة او للمطبخ. طبعا يطل المطبخ على بلكونة يعني واسعة وموجود طبعا حتى ممكن تخلون بيه طاولة الأكل. هذه هي الصالة، صالة كبيرة. الحلو بيها انه هي صايرة عليها عدة جامات او شبابيك تطل على عدة اطلالات، واسعة وجدا يعني مساحتها حلوة ولطيفة. موجود مثل غرفة الملابس أو الغسيل خاصة طبعا صغيرة، وموجود جنبها مثل بالكونة صغيرة حتى ممكن واحد يشرب بها الملابس. خلونا ننتقل، هذا هو حمام الضيوف، مساحته أيضا لطيفة. هذا الطرف موجودة هي غرف النوم، طبعا مسويها ممكن سووها للاطفال او مثل غرفة جلوس مثل ما هم مسويها. هذا أيضاً حمام للعائلة. غرفة رقم 3. وآخر شيء هي غرفة النوم الكبيرة أو الماستر بيدروم. من بعد ما شفنا مشاريع بزيم أفلر حبينا نجي نشوف المنطقة اللي هي حوالين المشروع ونشوف المكان على أرض الواقع. طبعا احنا هسه احنا متواجدين بمنطقة بها محال تجارية، بها مطاعم، بها كافيهات، موجود حتى مول صغير موجود. هسه راح ناخذكم بجولة بسيطة حتى نشوف المكان أكثر.
هذه كانت حلقتنا لليوم عن شراء العقار في تركيا. إن شاء الله استفاديتوا من المعلومات. وللتواصل إذا حابين تواصلون مع شركة هوملاند للوساطة العقارية، تقدرون تتواصلون معهم عن طريق تليفوناتهم الموجودة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. طبعاً كثير الناس تسأل وين صندوق الوصف؟ صندوق الوصف هو صاير عبارة عن سهم صغير تحت الفيديو، تضغطون عليه حيكون موجودة كل المعلومات. طبعا هذا الشيء موجود، شوفون صندوق الوصف بس على الموبايلات وعلى الكمبيوتر، بالتلفزيون ما راح يظهر لكم، فلا تنسون هذا الشيء. ولا تنسون ايضا تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه. نشوفكم بغير حلقات، في امان الله.